ملكة سعد. أنا من سنجار، أنا 10 سنين 5 سنين قتلوا بالطيارة، ضربتنا الطيارة وطالعونا، أمي طلعت ميتة وأخواتي وأبي، أنا طلعت عشان وحيدي من أهلي. أنا كنت نايمة لما أول ما فاتوا، بس أمي فيقتنا ورحنا عبيت كبير كبير كتير، مو بس نحنا يعني في عالم كتير. إحنا في شنجار إجوا أخذونا، وأنا وأختي أنا وأخوي وأبوي وأمي. أبوي مات بشنجار، ونحنا جينا عبيت كبير كتير، أخذونا بسيارات، أخذونا عهجين إيه. وبعدين هيك كان سنة سنتين أمي وأخواتي قتلوا، وضليت أنا الوحيدة من أهلي. كنت وقتها صغيرة بس ما بعرفش، هي من حمص تلبيسي، عندها ولدين كبار ماتوا قتلوا، وعندها هلا بنتين وصبي لعند أهلي. ماما ما كان في أكل زيادة هني، كان شو اسمه ناكل خبز الخالد.